فهذا الإيمان هو أساس معرفة الإنسان، به ينور الله البصيرة فيعرف الإنسان أمورا لا يمكن أن يتصورها ولا أن يتخيلها قبل هذا الإيمان. انظروا إلى سحرة فرعون، كانوا سحرة محترفين، وكانوا معادين لله ورسوله، وكانوا منكرين للوحي مكذبين للرسل، فمن كذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل جميعا. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كل من كذب نبيا واحدا فقد كذب المرسلين جميعا. كانوا في تلك اللحظات يقولون لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. عندما رموا عصيهم وحبالهم قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، لكن قذف الله في قلوبهم قبسا من الإيمان في لحظة واحدة فاهتدوا وخروا سجدا لله جل جلاله. ولما خاطبهم فرعون عندما قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وأراد أن يهددهم ويتوعدهم، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. والذي فطرنا، متى علموا أنه هو الذي فطرهم، أن الله هو الذي فطرهم؟ من ذلك القبس في تلك اللحظة، من قبس الإيمان. والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. عرفوا الآخرة، عرفوا قيمتها، وزهدوا في الدنيا حين عرفوها، قالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ثم علمهم الله في هذه اللحظة خلاصة علم الأولين والآخرين، كل ما يدرسه العلماء وكل ما يؤلف فيه المؤلفون خلاصته جملتان: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هذه خلاصة علم الأولين والآخرين، قذفها الله في قلوب هؤلاء السحرة عندما آمنوا، فكان قبس هذا النور الإيماني واصلا بهم إلى هذا المستوى، وعلموا به ما لم يكونوا يعلمون وأيقنوا. هذا اليقين يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما، وإنما يثبت عليه أهل التقوى. فلذلك نحتاج بعد الإيمان إلى التقوى.